وللحديث عن رحلته الموسيقية وألبومه الجديد ينضم إلينا من نيويورك المؤلف والباحث الموسيقي مالك جندلي. سيد مالك أهلا بك، يعني سامحنا أول شيء أخرناك إذا سهرناك اليوم عنا الصبح يعني، فمساء الخير لك. صباح الخير وصباح الأمل والمحبة. أهلا وسهلا. يعني أنا أقف لك احتراما بأن ريع هذا الألبوم سيكون لأطفال اللجوء في سوريا، لكن أيضا بودنا أن نتعرف أكثر ونتلمس معك الطريق لولادة هذا الألبوم، كيف كانت وبالتالي هذه الفكرة كيف أصبحت واقعا؟ شكرا من القلب. الألبوم عمل جاد فني هادف، استغرق حوالي 3 سنوات من التأليف الموسيقي، من التوزيع، من التسجيل مع الفرقة الملكية ببريطانيا بلندن، والإنتاج تم ضمن ظروف جائحة كورونا مثل ما نحن كلياتنا شايفين بلشت من حوالي العام. وأطلقنا الألبوم مثل ما تفضلت، الريع الكامل لأطفال المخيمات واللجوء والتهجير الفصلي. الألبوم عبارة عن توثيق والحفاظ على التراث السوري العريق وطرحه على خشبة العالم ومسارح العالم من خلال الحداثة الموسيقية الثقافية وتوظيف العلوم الأكاديمية بتراثنا العريق. يعني للأسف اليوم نحن عم نشهد الذكرى 10 لثورة الحرية والكرامة. كثير من الصروح الثقافية بسوريا تدمرت. من واجبي كإنسان وكفنان عربي في المهجر أنه أطرح هويتي الثقافية ومأساة الإنسانية للطفل السوري بمخيمات التهجير القصري من خلال القوة الناعمة للفن والموسيقى التي تجمع البشر. بلاش. طيب لو تحدثنا أكثر عن يعني أنشودة ضوء القمر، يمكن مأخوذة من التراث العربي طلع البدر علينا ويمكن تعتمد على آلات عربية بحتة، كيف طوعت البيانو في هذه الأنشودة لو تحدثنا يعني أكثر عنها؟ أنشودة طلع البدر علينا أو سميتها أنا ضوء القمر، قمت بأخذ اللحن، لحن طلع البدر، وقمت بتوزيعه ومعالجته أكاديمياً بالبيانو والأوركسترا، وقمنا كمان بإنتاج ميوزك فيديو سميناه ضوء القمر، كمان محاولة لطرح تراثنا العربي الإسلامي الأممي الجميل اللي بينادي بالسلام، بينادي بالجمال، اللي كمحاولة يعني لطرح جمالية تراثنا الإسلامي. وكان نتيجة هي عبارة عن عمل أوركسترالي للبيانو والأوركسترا سمينا ضوء القمر. طيب أيضا يعني زياراتك إلى، أنا اسمح لي أني أرجع مرة ثانية إلى مخيمات اللجوء وزيارتك لهؤلاء الأطفال الذين لا ذنب لهم ولا حول ولا قوة فيما يحدث، ولكنهم خلقوا في هذه البقعة من الأرض. كيف انعكس ذلك حتى على مؤلفاتك الموسيقية؟ بماذا شعر مالك جندلي وماذا خطت يداه على النوت الموسيقية يعني لتسطر ألحانه؟ سؤال جميل كريم، أشكرك لإعطاء الطفل السوري صوت على إعلامكم. مثل ما شفت، مثل ما نحن عم نشهد، صوت أطفال سوري مهمش عالميا، ممنوع. أنا بتشكركم لإعطاء الطفل السوري صوت. المشاعر ممزوجة بين حزن وقهر وظلم وأمل. والألبوم يعني بموسيقته، بمعالجتي الأوركسترالية للألحان، بكونشيرتو البيانو مثلا، في عندك ينتهي بالحركة الثالثة اللي هي مبنية على رقصة ستي السورية الشعبية. بقى الحركة الثالثة من كونشيرتو البيانو ينتهي بالأمل بصوت الأمهات على رقصة سورية شعبية.
يعني اختياراتك للمؤلفات الموسيقية العربية يمكن بتحط يعني لمسات جميلة عليها وبتديها تون مختلف وتعطيها لمسة مختلفة إبداعية. خليني أسألك يعني كيف يتم اختيار هذه الموسيقى العربية المؤلفات تحديدا؟ هل ترتبط بفترات زمنية معينة أم حبك للحن الأصلي؟ سؤال كتير جميل أختي الكريمة. المصدر الإلهام غزير بسبب يعني أكبر مأساة إنسانية إحنا عم نشهدها اليوم هي في سوريا للأسف، هتافات الشعب السوري، أغنيات الأطفال، الرقصات الشعبية، التراث اللي عم نشهد تدميره لمدة هلأ 10 سنين، يعني تدمير شامل مسح للهوية الثقافية. بقى من واجبي كإنسان وكفنان جاد لرسالة إنسانية هادفة هي الحفاظ على التراث من خلال هالألبوم. يعني الألبوم مثلا فيه كونشيرتو البيانو مثل ما تفضلت برقصة ستي ينتهي. الحالة الثانية مثلا في عندنا مرثاة، هي مرثاة لكل إنسان موجود اليوم عم يعاني من الظلم والقهر، ولكن مع رسالة أمل ومحبة وسلام. المرثاة مبني على سماعي قديم من مدينة حلب المدمرة. بتعرف مدينة حلب جمعت كل المقامات العربية والحضارات اللي اجت من طريق الحرير وكل هالحضارات هي. بقى الألبوم عبارة عن سيد ما أنا للأسف انتهى وقتنا، ولكن لابد أني أسألك. يعني أنا قاعد أشعر بالأمل وأسمع كلمة الأمل ترددت في صوتك أكثر من مرة وفي كلامك. اليوم جائحة كورونا منعتك من العزف على المسارح، ما الحل لإيصال تلك النغمات؟ الحل برأيي أنا هو التأليف الموسيقي الجاد، توظيف السيمفونيات الأوركسترا في أنحاء العالم. مثلا أنا الأسبوع الماضي الأوركسترا في فيينا سيمفونية قامت بتسجيل سيمفونيتي رقم 4 و5 اللي هي محاولة لطرح وتوثيق تراثنا العربي والسوري على خشبة المسرح العالمي. بدون وجود الأمسيات الموسيقية أو التورينج الرسالة واضحة، هي توثيق وتسجيل وطرح تراثنا بتوظيف العلوم الموسيقية الجادة لمواكبة الحداثة الثقافية وطرح تراثنا العربي والسوري على خشبة العالم ومش خشبات مسرح العالم. هي الرسالة. يا سيدي جميل هذا الأمل وجميل هذا الطموح، وأنا بانتظارك إن شاء الله أول ما يعني نقدر نستمع مباشرة إلى سيمفونياتك نستمع لها على المسرح إن شاء الله في دبي أو حتى في مكان آخر. شكرا لمالك جندلي الباحث والموسيقي والمؤلف، كنت معنا من نيويورك. شكرا جزيلا، سنستمع إلى هذه المقطوعة سويا.